ये सिलसिला فيرات، ليش زتيت الشمعة على فستان مولي؟ شو عملت لك لتأذيها؟ انت شو عم تحكي كونال؟ يعني ليش لحتى احرق شال مولي؟ يمكن النار اللي شعلي ببيتها هي اللي حرقت الشال. كيف بتتجرأ تتهم اخي بهيك شغلة يا كونال؟ قبل ما تحاسب العالم على أذية مولي لازم تحاسب حالك بالأول. الشي اللي عملته خيانة كبيرة وكلنا منعرف هالشي، بس بصراحة الغلط مو غلطك، هذا غلط مولي. انت مهووسة بجائزة الزوجة المثالية والثنائي المثالي وبتعملي أي شي لتاخديها، مانك خجلانة من حالك؟ طلعي فيني، زوجك كان على علاقة مع أعز رفقاتك وكل شي كان عم يصير قدام عيونك وانتي كنتي مغمضة ومو حاسة عشي. بسبب النسوان يلي مثلك يلي بيسامحوا زواجهم بعد الخيانة، قيمة المرأة بالمجتمع عم تتراجع وما عاد حدا عم يحترم كيانها وكرامتها. أصلاً الشيء اللي صار معك قليل عليكي وبتستاهلي الأسوأ أنتي وكل مرة ضعيفة مثلك. شو هالفكر المتطور؟ إذا مهتمة بحقوق المرأة بتحكمي عليها بهالسرعة بلا ما تعرفي ظروفها؟ الذنب ذنبي، أنا الغلطان، أنا ماني مثالي، أنا بغلط وأنا ضعيف وغبي، أنا أسوأ زوج بالعالم. قولوا اللي بدكن تقولوا، بس ما حدا يحكي عمولي لأنه ما غلطت بأي شيء. الوحيد اللي غلط بيناتنا هو أنا، وإذا في حدا معه حق فهي مولي. هاي البنت قوية كتير، عم تتحمل كل شيء وهي ساكتة. كانت تهتم بالعيلة وما تخلي حدا يحتاج شيء، وتهتم بحالها وتهتم بزوجها. والزواج مو دائما بيكون قوي ومتين، احيانا بيتدمر واحيانا بيتعمر وبيكمل. اي اثنين بيصير بيناتهم مشاكل، وهي بتضل مسائل شخصيه. الناس ممكن ينصحوهم بس ما فيهم يتدخلوا بمشاكلهم. سويتي، تارا، وكل الناس يلي كتير مهتمين وعم يدخلوا حالهم بيننا، لا تتدخلوا. واي حدا بده يحكي مع مولي بهي الطريقه أنا رح أتعامل معه ووقفه عند حده. بغض النظر عن جائزة أحسن ثنائي، لو في جائزة للزوجة المثالية كانت حتكون من نصيب مولي. وإذا ممكن رجل ضعيف مثلي يحصل على فرصة تقديم الجائزة، فرح كون أكثر إنسان محظوظ بالدنيا. الشيء اللي عملتوه اليوم ما راح يأذينا أو يأثر فينا، بس أنت وأختك أكيد راح تتأذوا بسبب هاي العملة البشعة. لأنه تسجيلات كاميرات المراقبة أكيد راح تفرجينا مين المسؤول. لهيك قبل ما أتصل بالشرطة وأعملكن مشكلة راح أطلب منكم تنقلعوا من وشي فوراً. أحسن ما خليكن تقضوا بقية عمركم بالسجن. لا تفكر رح تخوفنا بهذا الحكي، نحن ما حدا بيقدر يهددنا. واسمع، يا ريت تروح تضب حالك انت ومرتك وتلملم فضايح عيلتك،
أحسن من هالحكي الفاضي هذا. الذنب ذنبي، أنا الغلطان، أنا ماني مثالي، أنا بغلط وأنا ضعيف وغبي. أنا أسوأ زوج بالعالم. الوحيد اللي غلط بيناتنا هو أنا. قولوا اللي بدكن تقول، بس ما حدا يحكي عمولي. الذنب ذنبي لأنه ما غلطت بأي شيء. الوحيد اللي غلط بيناتنا هو أنا، وإذا في حدا معه حق فهي مولي. اليوم كونال حكى شغلات كتيرة. ما كنا متوقعين هالشي منه. انتي منيحة بنتي. الفضيحة قدام الناس مو سهلة أبداً، والحكي اللي حكيته ما بينحمل. كنت عم فكر إنه لما الناس تعرف بهالموضوع ما رح نقدر نرفع راسنا من الخجل. فكرت إنه سمعتنا رح تصير بالأرض، بس بصراحة ما حسيت إنه هذا اللي صار نهائياً. بالعكس، الشي اللي عمله كونال كان كتير صعب بنتي، كتير صعب عليه. بس ماما، الشي اللي حكاه اليوم ما رح يغفر له اللي عمله أبداً. لا طبعاً لا، هو غلط بهالشي أكيد، غلط وكتير كمان. كونال ومولي اللي أنا بعرفهم تغيروا كتير. الحب ما عاد موجود، بس يلي بيشوفكن اليوم بيعرف إنه الاحترام تفوق على الحب وأخذ مكانه. يعني حبكن تحول لاحترام كتير كبير. كونال بيحترمك يا مولي، أنا شفت احترامه إلك، كان واضح بعيونه. أغلب الأحيان المرأة بتقدر تكسب محبة زوجها، بس بتحاول كتير تكسب احترامه وتقديره لإلها، وبتضل عم تحارب كل حياتها لحتى تكسب احترامه. بنتي، اليوم أنت قدرتي تربحي المعركة ونجحتي. الزواج بيمر بأوقات صعبة وبمشاكل كتير، والحب والعواطف ما بيضلوا على حالهم، بيقوا أو بيضعفوا أو بيتغيروا. بس اليوم عرفتي إنه زواجك مبني على شيء أقوى من الحب. الاحترام أساس أهم وأقوى من الحب يا بنتي، وإنتي على هذا الأساس فيك تجربي تستغلي هالنقطة لتحافظي على زواجكن. صدقيني يا بنتي، هالكرت يلي بإيدك قوي كتير. الحفاظ على الزواج شغلي صعبة كتير بنتي، بالذات لما يكون في طرف تجاوز كل الحدود وارتكب مثل هالغلطة البشعة، وبهالحالة بيكون صعب على الطرف الثاني يتحمل. بعرف إنه بهالزواج الحمل كتير تقيل عليكي، ومعك كل الحق إذا رفضتي إنك تصلحي هالعلاقة ومشيتي. بس
بدي أطلب منك تفكري كتير منيح بالأول، لأنه الاحترام أهم وأقوى بكتير من الحب والعواطف. بعرف إنك بموقف صعب كتير يا مولي، وبعرف إنه صعب عليك تتحملي، بس أنت قوية كتير وبتقدري، وأكيد بالآخر القرار بيرجع لك إذا بدك تمشي أو تبي. فكري منيح، لا تتسرعي. على شو عم تتفرجي ستي؟ الفيديو بضحك عن جد. لك شو هاد؟ مو معقولي. شو بكي ستي؟ إلي زمان ما شفتك عم تضحك. وين راح ابني؟ وين راح كونال الحنون تبع أيام زمان؟ مشاغب طيوب اللي بيحب يبسط الكل، ما بعرف وين ضاع كونال القديم. بترجاك رجع لي كونال ابني المدلل اللي بحبه، بترجاك ستي. كونال ما تغير، أنا هون. هلا لازم تفوتي لجوا، لازم تريحي حالك. يلا تيتا، أدويتك. أنا رايح ستي. لوين بدك تروح بهالوقت لك ابني؟ بدي روح شوف رفيقي. طيب معناها خد مولي معك، روحوا لكم شي مشوار، غيروا جو وتسلوا. لا تيتا، شو بدي روح أعمل معهم؟ أنا أكيد رح مل. شو؟ من زمان ما كنتوا تملوا أبداً وقت اللي تكونوا سوا. كل شي بيتصلح وبيتحسن إذا حاولتوا تصلحوه. وإنتوا الاثنين وعدتوني إنه تجربوا تصلحوا مشاكلكن، بقى بتمنى توفوا بهالوعد. يعني شو بتستفيدوا إذا ضليتوا منفصلين؟ إذا ما حاولتوا تصلحوا اللي انكسر، كيف فتكن تاخدوا قرار؟ يلا أعطيني هالصحن. شو ناطرة؟ روحي معه. لك يلا. لو شو ما صار أكيد كونال رح يرجع، وبس يرجع منحكي. كونال يمكن ما يكون أكل شي اليوم، لازم أقوم ساوي له شي مشان يأكل لبين ما يوصل، بس لازم عجل.
أنا بعرف لوين رايح. فيك توصلني على المشفى وترجعني وأنت راجع. وهي شغلة المسجلة لحتى سمع حبيبتي مولي أحلى غنية بالعالم كله. هات لشوف. الظاهر ما رح تشتغل. حلوة كتير. بس شكراً حبيبي. أنا رح أوعدك وعد، بس تخليني سوق السيارة رح جيب لك مسجلة جديدة. تأخر الوقت، كنا لازم يكون وصل. شو يلي عم بعمله؟ لهالدرجة الحب عماني؟ معقول روح شوف نانديني واترك المسكينة مولي بالمشفى؟ معقول كون أناني لهي الدرجة؟ خلينا نرجع على البيت. بس انت كنت بدك تروح. تأخر الوقت، خلينا نرجع.
لازم خبر نانديني إني ما رح أقدر أجي لعند اليوم. ألو نانديني؟ كونال أنت وين؟ إلي زمان ناطرتك حبيبي. أنا جهزت لك الأكل كمان. أنا كتير آسف حبيبتي، ما رح أقدر أجي لعندك اليوم، ما قدرت أطلع، بس أكيد بكرة جاي. المهم تكون منيح. أنا كتير آسف ما قدرت أجي شوفك اليوم، بس صدقيني ما فضيت، وأول ما صحت لي فرصة دقيت لك. اسمعي، ما بدي اياكي تزعلي مني، بعرف اني خلفت بوعدي من قبل وقلت لك اني جاي وما اجيت، وكمان اليوم هيك، لهيك انا حضل عم بحكي معك على التليفون قد ما بدك. موافقه؟ بعرف انك عملتي اكل مشاني واستنيتيني، لهيك اسمعي، حذري شو رح تعملي. تخيلي انه نحن سوا وقاعدين هلا عم ناكل مع بعضنا، وهلا رح تبلشي اكل. ماشي. لكن نانديني، شايف القمر؟ شايفته. رجعي طلعي فيه مرة تانية، كتير منظره حلو. بكرة بس تجي لعندي كونال نتفرج عليه سوا، ووقتها رح يكون في قمر بالسما وقمر بين إيدي. ما قلتي لي أكلتي ولا لسه؟ متأكدة؟ شو طبختي؟ مقلوبة بالخضار. انتي شو عم تقولي؟ كتير بحبها لهالأكلة. وعملت لك رز بحليب وحطيته بالبراد لحتى يبرد، بكرة بس تدوقه رح تاكل أصابعك ورا. عن جد؟ على قد ما بحب الأكل ممكن أني أتحول لوحش وأكلك. لا لا تقول عن حالك هيك، هذا الحكي بشع. كونال أنا ما بتحمل هذا. قليلي أول، أنت أكلة بتشاندي شوك بدلهي حلويات الفستق السوداني؟ صدقيني بشهو، بس ما بيطلعوا شيء قدام الرز بحليب تبعك. صحيح كونال، كيف صارت تيتا؟ صحتها صارت أحسن؟ ايه ماشي حالها، صارت أحسن، بس وقت شفتها تعبانة ما قدرت أتركها، قصدي ما حسيتها حلوة إني أتركها، لهيك ما وفيت بوعدي إليك. فهمانتك حبيبي، رح نقضي الليل كله ونحن عم نحكي. قرب يطلع الصبح، قلنا 5 ساعات عم نحكي سوا. روح نام، يلا رح سكر الخط. لا ما بدي سكر، يلا نامي وانتي معي على الخط، بس لا تسكري، على قليلة هيك بسمع صوت نفسك، لأنه نفسي ما بيكفيني لعيش، أنا بحاجة لنفسك.
بتمنى علاقتي تبقى مع كونال. أنا تعلمت مع كونال معنى الحب والمشاركة، بتمنى هالحب يستمر. ولا حتى الورد ممكن يضاهي جمالك. تفضلي. بالمختصر آسف. يسلموا. يلا تعال. نانديني، أنا كتير آسف لأني ما عم بقدر أوفي بوعودي إليك، بس صدقيني مو بإيدي وماني مرتاح. بعرف إنك مو قاصد تخلف بوعدك، ولا يهمك. تيتا هلأ بحاجتك تكون جنبها، ولازم تكون جنبها. إذا أنت ما وقفت معها هالفترة، مين يلي رح يوقف معها غيرك؟ بكرة عاملين عزيمة بالبيت، وأمي وستي عازمين شوية أولاد على الغداء، بس أكيد رح أمرق لعندك. لا حبيبي لا تجي. تيتا وأمي أكيد بيكونوا تعبوا كتير، وهنن عم بيجهزوا لبكرة. ما بصير تزعلهم منك، أنت خليك معهم وبس تخلص بتجي. وأنا كمان رح صلي هالسنة. عن جد؟ رح جهز كل شي للصلاة مشان بكرة بس تجي نعمل كل الطقوس أنا وياك. رح أجي، أكيد حأجي. بكرة رح يكون أول عيد لنا، ورح نحتفل فيه سوا. اتفقنا؟ يلا بلشوا يا حلوين. ايه ماما، الرب استجاب لدعائي يا بنتي، واخيرا هي زوجك قاعد معك بالبيت ورجالك. طمنيني كيف الوضع بيناتكم. صدقيني قلبي على نار، خايفه ترجعوا تختلفوا مره تانيه. ماما انا عندي شويه شغل، برجع بحاكيكي ماشي؟ لازم ترجعوا تخبطوا ببعضكم، وإلا رح يكون فال مو منيح. ضحكت عليكم هالمرة، ويمكن عيدها مرة تاني. هالشي ما هو فال سيء أبداً، بالعكس بيزيد الحب. مرحبا.
يسعد مساكي. أهلا وسهلا. شرف. إذا ما خلصتوا صحونكن ما في لا هدايا ولا شوكولا. خالي ما رح تعطينا مصاري؟ حياتي اعطيهم مصاري إذا بتري. انت يا حياتها اعطينا مصاري. تعرفي ستي، وانا كنت صلي ليل نهار وادعي ربي كرمالهم هن الاثنين، وكنت اقول يا ربي خلي اخي كونان واختي مولي لبعض وصلح بيناتهم كل شيء. ايه يا بنتي، ضلي صلي وادعي لهم من كل قلبك. ما بتعرفي يمكن الرب يستجيب لدعاكي شي مرة. حضرة الكاهن، أنا رتبت كل شي للطقوس وناطرة كونال ليوصل. ماشي. عن إذنكن. عمو حياته، خالته، هي أكلنا أكلاتنا، مين رح يبوسنا هلأ؟ أنت على هالخد وأنت على هالخد. ماما، شو رأيك نوصل البنات لبرا؟ يلا يا بنات. ألو، أين عنديني؟ هي هلأ خلصنا، 10 دقايق وبطلع منه. ماشي، مسافة الطريق بس. كونال، ما بعرف ليش حاسة حالي خايفة، كأني نسيانة شي. أنا حاولت يكون كل شي ضابط بس. حبيبتي ليش الخوف؟ حتى لو كنتي نسياني أي شي لا تخافي وتأكدي بس ياكلوا من تحت إيديكي إنه هن رح ينسوا حالهم. يلا أنا ما رح أتأخر. ماشي. رايح لعندها لكان. ايه ما حذرتي، ما رح خليكي تاخدي ابني من مرته بهذا اليوم المبارك. انا بعرف شغلي معكم. أنا في عندي خطة، ما ضل عندي هلأ غير هالحل لحتى أنقذ هالزواج ورجعهم لبعض. ورح سوي ماما.
حضرة الكاهن، بعتذر، رح تنطروا شوي لأنه كونال رح يتأخر. ما بعرف شو بدي إلكن، بعتذر منكن نيابة عنه، بس في 5 دقايق وبيوصل، أنا رح أرجع أتصل فيه. طيب ماشي، نحن رح نبلش بالتحضيرات لبين ما يجي. أكيد، تفضلوا لهنيك وأنا رح أدق له. كونال ليش ما عم ترد علي؟ يا ربي وينه؟ ليش تأخر هالقد؟ رايح لشي مكان ابني؟ ايه ستي، رايح على المشفى. طيب ماشي، ابن الجو مثل النار برا، اشرب شوية عصير وإلا بيصير معك شي لا سمح الله. خد. لا لا ستي، ما بدي اشربي. انتي شو بدك فيني هلأ؟ بعمل لحالي. اشربوا انتي لأنك طالع. يلا حبيبي اشربوا. خلاص تكرم عينك، يسلموا ايديكي. طيب انا رايح. تيسر. فيك شي ابني؟ حاسس حالي دايخ وراسي عم يفتل. شفت؟ أنا ما قلت لك إنه اليوم شوب كتير، بس يلا هلأ بترتاح، بعد ما شربت العصير رح تصير أحسن، ما تخاف. فوت وارتاح شوي بغرفتك. لا لا ستي، أنا لازم روح ضروري. حبيبي كلهم 5 دقايق، أكيد ما رح يأخروك عن موعدك. يلا عود هلأ وارتاح، ارتاح لك 5 دقايق بس. يلا ابني يلا، إيه لك من الصبح على رجليك؟ شو نسيت إنه جسمك لازم يرتاح؟ كان لازم تدوخ لترتاح؟ ريح حالك وجسمك شوي. كونال؟ أنا آسفة ابني، بس كان لازم أعمل معك هالشي. وهلأ ما عاد فيك تروح لتشوف هديك الواطية. كونال ليش ما عم بترد؟ وين أنت؟ حبيبي وينك؟ كل ما حاولتي انك تسرقي ابني من مرته رح تلاقيني واقفة بطريقك، ورح ساوي كل اللازم لحتى امنعه من انه يشوفك. بوعدك. استنينا كتير، ما عاد فينا نستنى اكتر من هيك. حضرة الكاهن بترجاكم ما تروحوا، هو قرب يوصل. نحن عنا شغل كتير يا بنتي. يمكن يكون علقان بعجقة السير، أو يمكن بيكون رح يوصل، أنا رح أرجع أتصل فيه. يا بنتي بلكي كان مشغول بشيء أهم، بس نحن صار لازم نمشي. حضرة الكاهن على القليلة كلوا، الأكل جاهز، أنا رح جيب الأكل وقعدوا كلوا، شو رأيك؟ لا يا بنتي ما فينا ناكل هلأ، لازم نصلي بالأول. طيب في عندي حل، شو رأيك نبلش بالصلاة وبس يوصل فيه يكفي معنا؟ لا هيك ما بيصير، لازم يحضروا الزوجين وانتي لحالك. بس يلي أنا شايفه، يا أما زوجك ما بيحب أنه يصلي، يا أما ما بده يجي ليصلي معك انتي. انتي عذبتي حالك على الفاضي. كان أحسن لك يا بنتي لو رحتي على المعبد وتصدقتي، لأنه لو ما كان زوجك جنبك فالصلاة رح تكون كذب وخداع. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.